أعلنت إسرائيل مقتله وأقيمت له جنازة بحضور كبار قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين، وبعد أشهر عدة صدمتهم القسام بأنه أسير لديها. فما قصة أساف حمامي أهم ضابط إسرائيلي أسير في غزة؟ في 2 ديسمبر الماضي أعلنت إسرائيل أن أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة قد تعرض للقتل على يد عناصر القسام في كيبوتس نرعام أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، مؤكدين أنهم احتفظوا بجثته عائدين بها إلى غزة. وبعد هذا الإعلان أقامت إسرائيل له جنازة رمزية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت وكبار المسؤولين العسكريين بالجيش والشباك في مقبرة كريال شاول بتل أبيب. ولكن حماس خرجت بتسجيل مصور دو صداه كالصاعقة في تل أبيب: قائدكم أسير لدينا. ففي يوم الخميس 23 مايو الحالي نشرت كتائب القسام فيديو تحت عنوان قيادة تترك قادة جيشها في الأسر، معلنين فيه أن أساف حمامي قد تم أسره في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه أصيب أثناء احتجازه. أما عن مصيره الحالي فقد تعمدت القسام أن تترك هذه المعلومة غامضة بلا أي إجابة. ويعد العقيد أساف حمامي هو أعلى رتبة عسكرية استطاعت الفصائل الفلسطينية أن تأسره في عملية طوفان الأقصى. وأساف حمامي هو ضابط بدأ خدمته في الجيش الإسرائيلي عام 2001، وظل يترقى بين الرتب المختلفة حتى وصل لرتبة عقيد في عام 2015، وعين حينها نائباً لقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة. وفي نهاية سبتمبر عام 2016 عين أساف قائداً لكتيبة تزبار، وأشرف بعد ذلك على تأسيس لواء الشجاعة المكرس بالكامل للعمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، وترأسه حتى يوليو عام 2020. وفي 29 مايو عام 2022 تولى حمامي قيادة اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله في ديسمبر الماضي. فهل يتحرك قادة إسرائيل مقدمين بعض التنازلات حتى يحصلوا على صفقة تبادل جديدة للأسرى، أم أن هدف القضاء على حركة حماس أصبح أهم من حياة أسراهم؟